الخبير النفطي اللي دائما كنا على تواصل في مواضيع متعلقة بالأسعار النفط. اليوم حديثنا بيكون على عاش العالم تقريبا أو متابعين لهذا السوق النفطي نوع من التفاؤل الفترة الأخيرة وزادت الأسعار، ولكن الأيام اللي فاتت حصل نوع من الانخفاض. نبي نعرف من وجهة نظركم شنو سبب هذا الانخفاض؟ وطبعا بلا شك، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني مساك الله بخير حياك بوليد الله. الأستاذ خالد. هو بلا شك السوق يعني انخفض تقريبا، بالنسبة للكويتي كان وصل تقريبا إلى 46 دولار، اليوم الكويتي نتكلم عن تقريبا 40 دولار، فانخفاض تقريبا في حدود 6 دولارات. بلا شك هذا شيء كبير وله أسبابه، لأن بعد أن انتقلنا من مرحلة انهيار الأسعار في أبريل في شهر 4، لما وصل الكويتي تقريبا في حدود 11 دولار أو 12 دولار للبرميل، تحسن وتعافى وتفاءل السوق كله بأن بعد قيام أوبك بلس بخفض كبير في المعروض تقريبا في قريبة من 10 ملايين برميل يوميا، تحولت أجواء السوق إلى إيجابية، بمعنى أن المعروض تقيد والطلب بدأ يتعافى، وبالتالي هناك كان آمال كبيرة في أن تكون هناك سحوبات من المخزون، ولذلك تحولت الأسعار بالنسبة للكويتي من 11 دولار إلى تقريبا 46 دولار للبرميل. بعد ذلك الآن كلما اقترب الوقت بدأت عوامل معينة تظهر. لا ننسى أن الفترة الماضية كانت تشهد يعني مخزون كبير من المنتجات البترولية وبالنسبة للنفط الخام، هذا ما زال عامل كبير يضغط على الأسعار. فنعلم علم اليقين بأن يعني العامل الذي يقوم بشراء النفط الخام أو استيعاب النفط الخام أو تكرير هو قطاع التكرير، وقطاع التكرير في ضوء ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار المنتجات البترولية بسبب وجود مخزون نفطي ومخزون من المنتجات البترولية وضعف الأسعار، فدخل قطاع التكرير في خسائر، وهذه الخسائر هي في النهاية تعني تقليل الطلب على النفط على النفط على تقليل الطلب على النفط، وبالتالي ضغطت على أسعار النفط. فأولا خسائر التكرير هذه يعني السبب الرئيسي. السبب الآخر بالنسبة لارتفاع مخزون المنتجات البترولية على وجه الخصوص. السبب الثالث كذلك ارتفاع قيمة الدولار. الصين وهي أكبر مستهلك أو خلينا نقول أكبر مؤثر في أسواق النفط على الأقل كان قبل الكورونا، اليوم الصين بعد أن ارتفعت الواردات انخفضت الواردات، يعني ارتفعت الواردات إلى تقريبا 12 مليون برميل يوميا، اليوم انخفضت إلى تقريبا 11 مليون برميل يوميا، فانخفاض كبير في حدود المليون. كذلك الصين هناك كثير من الناقلات أو ما يعرف بالمخزون العائم أمام موانئ الصين، وهو أيضا يؤثر بشكل سلبي، لأن في النهاية إذا ما وجدت يعني أدلة كافية في وجود سحوبات كبيرة من المخزون العائم وهو عبارة عن ناقلات نفطية، أو المخزون بوجه يعني إجمالي، فهذا يعني أن ما زال هناك اختلال ما بين الطلب والعرض. كذلك لا ننسى هناك يعني مخاوف كبيرة بالنسبة للطلب ولأداء الاقتصاد في ضوء يعني مخاوف من دخول موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا، وهو يؤثر على الطلب في وجه عام. هذه يعني جملة من العوامل التي تؤثر أو أثرت سلبا على أسعار النفط، ومعها صار انخفاض في أسعار النفط. الحين ندخل على السؤال الثاني. بعد ما شرحت لنا موضوع الأسباب اللي أدت إلى انخفاض النفط في الأيام الأخيرة، لكن من الملاحظ اليوم أو يمكن قبل يومين أو ثلاثة تحدث وزير النفط أو الطاقة الروسي بأن بعد التعافي الطلب يجب على المنتجين الحفاظ على حصصهم. هذا مثل هذه التصريحات أيضا قد تعيد إلى ذهننا بأن
والله نقصد المتابعين بعد أو المهتمين بهذا الشأن، بأن قد يدخلنا بقصة بما يسمى حرب الحصص في الأسواق النفطية. شنو تعليقك على هذا الموضوع؟ شوف، هو يعني بالنسبة لتصريحات الوزير الروسي هي تمثل مخاوف للسوق النفطية، لذلك تجد توقعات الأسعار ما زالت متواضعة، ما زالت أن الأسعار ممكن يعني تظل في ضمن الرينج الموجود، النطاق اللي هو تقريبا 40-45، في آفاق ممكن ترتفع إلى 50 بس مو أكثر، ربما 50 ما تأتي إلى السنة القادمة. هذه السنة الأسعار ستظل بين 40-45. السبب الرئيسي في ذلك بأن السوق يتخوف بأن كل ما ارتفعت الأسعار راح يعطي دافع وحافز لبعض المنتجين لرفع الانتاج، وهذا ما، وطبعا هذا من ناحيه المنتجين، انا قصدي اوبك بلس، وايضا خارج الاوبك بلس ايضا ممكن النفط الصخري يعود، يعني الانتاج ممكن يزيد، وهذا من مخاوف السوق. لكن اذا تعافى الطلب، وهو يتكلم عن فتره ما بعد التعافي، يعني بعد نتكلم عن فتره شهر 4 من 2022، فبدون شك أن الدول سيكون لها ولديها خطط بأن يعني ترفع إنتاجها، أن تكتسب أسواق جديدة، حصص جديدة في، وتوسع في حصصها في أسواق النفط. لكن أيضا هذا يعني مرهوم بتعافي الطلب، لأن لا ننسى أن أوبيك بلس خفضت تقريبا في حدود 10 ملايين، انخفض هذا أو التخفيض هذا زاد أو من 10 صار 8، بعدين في نهاية المطاف سيكون في حدود 6 مليون برميل يوميا. هذه زيادة كبيرة عندما ينتهي هذا الاتفاق، لذلك لابد أن يتزامن مع ارتفاع الطلب. في النهاية أن كل المنتجين لديهم خطط بأن يرفعوا الإنتاج فور الانتهاء من 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 يعني من من البرنامج الذي وضع لإعادة التوازن ما بين الطلب والعرض، لكن هذا مرهون بظروف السوق، لذلك ستتم متابعة، لذلك هناك لجنة تتابع أوضاع السوق، تتابع مدى فعالية الاتفاق في عودة المخزون إلى مستوياته الطبيعية، وبالتالي دعم استقرار الأسعار والأسعار واستقرار الأسواق. جميل. ولكن أستاذ محمد شطي الخبير النفطي، اليوم هناك في أعضاء في أوبك وكأنهم يعني بعيدين عن تواجدهم في السوق بسبب الأوضاع، سواء كان يعني عقوبات اقتصادية أو المشاكل الداخلية، إيران، فنزويلا، ليبيا، كل هذه الدول بالإضافة إلى نيجيريا، كل هذه الدول لها كانت أسواق وأسواق معروفة. اليوم من اللي راح يغطي هذه الأسواق لهذه الدول اللي كانت تنتج؟ طبعا هذه من ايضا النقاط التي يعني تزيد في هاجس المخاوف في السوق، لانه ليس فقط ان هناك يعني معروض تم قطعه في حدود 10 مليون وينزل الى تقريبا في حدود 6 ملايين، لكن ايضا هناك دول كما ذكرت تاثر انتاجها بسبب ظروف جيوسياسيه، عدم استقرار، عوامل فنيه، لكن هذه العوامل ستعود. يعني مثلا ليبيا انتاج تقريبا وصل 200 اليوم فقط تنتج في حدود 70,000، كذلك بالنسبة إيران في حدود 4 ملايين اليوم تنتج في حدود 1 مليون، بالنسبة لنيجيريا انتاجها يعني متعافي تقريبا في حدود 1,800,000 برميل يوميا، ولكن فعليا كذلك بالنسبة لفنزويلا اللي كان في انتاجها في حدود 3 ملايين ونص برميل يوميا اليوم في حدود 203,000. فهذه متى ما تغيرت زيادة إضافة
فيها في السوق وتضغط على الأسعار. لكن سؤالك من يغطي الحصة؟ طبعا لكل دولة لها إنتاج ونوعية معينة من النفط. يعني لما نتكلم عن النفط النيجيري هو نفط حلو أو يعني يعتبر سويت كرود، يعني نفط حلو فائق النوعية، كذلك النفط الليبي. بالنسبة للنفط الإيراني هو مشابه للنفط من الخليج سواء من الكويت أو السعودية أو العراق. في نهاية المطاف يعني هذه الفترة يعني تتزامن مع تراجع في الطلب، أو خلينا نقول تباطؤ في تعافي وتيرة الطلب. لذلك لم يهتم السوق كثيرا لذلك، خصوصا من لأن هناك يعني بالنسبة للمواقف السوق سواء من الولايات المتحدة الأمريكية، من المملكة العربية السعودية، من الإمارات، من بعض الدول الموجودة، بما يعني يتماشى مع حجم الطلب. كذلك بالنسبة للنفوط المتوسطة هي أصلا يعني متناقصة بالسوق، لكن كلها يتماشى مع الطلب. يعني هذه التطورات سيكون لها يعني تأثيرها في أسواق النفط بعد انتهاء الاتفاق، وبعد عودة وبعد تعافي الطلب على النفط، وبعد أن تعود هذه الدول إلى وضع استقراري مناسب سواء داخلها أو بالنسبة للمجتمع الدولي، وبالتالي يسمح لها تنتج بكميات كبيرة. لا، لكن هي في نهاية المطاف تعطي انطباع مؤكد بأن الأسعار يعني ستظل تحت ضغوط حتى في المستقبل. يعني لعل يعني الأسعار ممكن تكون في ما بين 50 إلى 60 في المستقبل، لكن لن تزيد عن ذلك بسبب هذه الأوضاع، خصوصا إذا ما تحولت هذه الدول مرة ثانية وأصبحت تنتج بالكميات الطبيعية التي كانت تنتج عليها سابقا. الحين أو خلينا نتكلم بعد يعني المتابعين، بأن دائما يقول لك والله إحنا مرينا بعثرات كثيرة انخفضت فيها الأسعار وعادت مثل ما كانت، ولكن هذه الفترة أو هذا الوضع اللي يعني دخل في العالم خاصة بعد جائحة كورونا، بأن صار عندهم تخوف، هل هذا الانخفاض في أسعار النفط يعني سيكون ظاهرة وتعدي مثل ما عدت بعض المشاكل السابقة، أم أنه والله راح يكون في شيء أو في شيء أبعد من ذلك راح يتغير في المستقبل؟ شوف، بالنسبة لمستويات الأسعار غالب الدراسات الآن ما تتوقع يعني المستويات اللي كنت أتكلم عنها 100 دولار وأكثر. غالب الدراسات تجد بأن على المدى المتوسط نتكلم عن 50 إلى 60 دولار للبرميل، يعني ممكن يوصل حتى 65، بس ما في يعني خصوصا في المدى المتوسط. لكن أيضا في المدى البعيد الآن الشركات النفطية بدأت تتحول في تفكيرها في نشاطها، وتضع تارجتس، تضع لها يعني أولويات بالنسبة لخفض الاعتماد على النفط وزيادة الاستثمار في يعني مصادر طاقة الأخرى، خصوصا بالنسبة للمتجددة، طبعا الطاقة الشمسية، بالنسبة للطاقة النووية، بالنسبة لي يعني الطاقات، بالنسبة للغاز، والتخفيف يعني بشكل فعلي بالنسبة للاستثمار والتوسع في النفط على وجه الخصوص. هذا طبعا بلا شك يمثل تحدي للنفط واستهلاك النفط في المستقبل، ويمثل أيضا تحدي بالنسبة حتى بالنسبة للأسعار، وتوقعات الأسعار هنا تكون في يعني أكبر من أو أكثر، أن تعود إلى عافيتها. نتكلم عن فوق 70 دولار للبرميل. جميل. اليوم يعني يرى البعض وخاصة من المتخصصين بأن الموضوع، خلينا نتكلم دول الخليج اليوم النفط متشابهة، الاعتماد الاقتصادي، وإن كان البعض بدأ يعني يأخذ خطوات جريئة بالتحرر من الاعتماد على النفط، ولكن هل مشهد الطاقة بشكل عام بعد خلينا نقول جائحة كورونا
راح يتغير في دول الخليج؟ هو 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 بلا شك لابد أن يتغير، وبلا شك أيضا سيتغير. مثل ما قلت لك، هناك توجه بالنسبة للمحافظة البيئة، هناك توجه من بالنسبة لتنويع مصادر الدخل، هناك توسع في مجالات الطاقة خارج النفط على وجه الخصوص. نجد مثلا يعني إذا نتكلم مثلا على الإمارات، فيها توسع كبير بالنسبة للطاقة الشمسية وبالنسبة للطاقة النووية. بالنسبة للمملكة العربية السعودية تفتتح أكبر يعني مركز لها بالنسبة للطاقة الشمسية. فبلا شك هناك يعني هذا الاتجاه موجود، وهو أحد التحديات التي تواجه بالنسبة لصناعة النفط في المستقبل. كذلك بالنسبة للغاز اليوم، يعني المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص تبحث وتستكشف يعني وتريد التوسع في إنتاج الغاز بشكل ملحوظ. يعني كل يوم قاعد نسمع عن استكشافات جديدة خصوصا بالنسبة للغاز وتوسيع الاحتياط للغاز، لأنها هي تحتاجها سواء بالنسبة لتطوير الصناعة المحلية، بالنسبة للاستهلاك، أو بالنسبة للتوسع عموما في إنتاج الطاقة. فهذا التوجه موجود فعليا، وهو أحد الأسباب أيضا بالنسبة لتوقعات متواضعة أو معتدلة بالنسبة لأسعار النفط الخام في المستقبل. كذلك مثلا والدراسات الطويلة الأجل اللي بدأت تطلع، بدأت تتكلم اليوم عن أن البيك، أن ممكن نصل بالنسبة لاستهلاك النفط إلى الذروة وبعدين يبدأ ينخفض. يعني كنا نتكلم في السابق دراسات اللي هي 2040-2050 نتكلم دائما عن نمو مستمر في الطلب على النفط، اليوم يتكلمون عن أنه ممكن نصل في 2030 قبل بشوية ممكن نصل إلى الذروة في استهلاك النفط، وبالتالي يبدأ النفط بالاستهلاك النفط يبدأ بالانخفاض، وهذا أيضا يؤثر ويمثل تحدي بالنسبة للمنتجين ودول الخليج، لأنها دول الخليج اصلا يعني تعتمد على النفط كمورد يعني اساسي بالنسبه لايراداتها الماليه. بالضبط، وتاكيد على كلامك بعد اليوم يمكن في اخبار شفنا يعني اكبر البنوك المقرضه جي بي مورغان بان اصدرت سندات بما يطلق عليها خضراء، يعني وهذا تحول جديد، بالاضافه الى الشركات النفطيه الكبرى بأنها أيضا قامت تتحول إلى الطاقة النظيفة في هذا يؤكد لك أن حتى البنوك الآن إذا عندها مشروع يعني نفطي أو عندها مشروع أخضر بالنسبة لي يعني الغاز، بالنسبة للطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، بلا شك سيكون هذا المشروع هو أكثر جاذبية لها وموافقة سهلة بالنسبة لتمويل هذه المشاريع. أي بلا شك هذا يعني يزيد من الضغط على بالنسبة لاستهلاك النفط. أنا لا طبعا، رغم يعني ربما يبدو في كلامي شيء من التشاؤم، لكن يجب أن يعني أؤكد بأن سيظل النفط الخام يعني عامل أساسي في خليط الطاقة رغم تلك الجهود، لأن في بنية تحتية، لأنه رخيص، لأنه متوفر، لأن تقريبا أكثر من 60% من استهلاك النفط يعتمد على قطاع النقل، وهذا القطاع يعني وإن كان هناك يعني تحديات لكن يبقى مستمر بالنسبة لاستهلاك النفط الخام. جميل. اليوم في اعتقاد دائما أو يعني الحديث دائما فيما تتعرض لأسواق النفط إلى الهزات وانخفاض الأسعار، يقال بأن دائما المستفيد في مثل هذه الحالة هو المستخدم لهذه الطاقة، أنه قاعد يشتري النفط بشكل رخيص. شنو تعليقكم على هذا الموضوع؟ هل هم بالفعل مستفيدين واحنا متضررين كمنتجين؟ هو طبعا اذا طبعا بالنسبه لي فقط بالنسبه لانخفاض الاسعار، المستفيد الرئيسي هو المستهلك النهائي او الدول المستهلكه، اذا نتكلم عن الصين، نتكلم عن الهند، نتكلم عن حتى الولايات المتحده الامريكيه، في استغلت فتره انخفاض الاسعار في بناء
المخزون. يعني اليوم الصين المخزون النفطي تقريبا يعني في مستويات قياسية، كذلك بالنسبة للهند استفادة كبيرة من انخفاض الأسعار، خصوصا في الفترة، يعني كان التخزين كبير ترى في الفترة اللي هي شهر 3 شهر 4 شهر 5، لما كانت الأسعار مستوياتها متدنية جدا، أقل من $20 أقل من $15، هذا دفع الدول المستهلكة. وطبعا هذا أيضا ممكن تستخدمه على فكرة، يعني أنت لما يكون عندك مخزون كبير فممكن بدل أن تشتري وترتفع الأسعار، بدل أن تشتري من الأسعار تبدأ تسحب بالمخزون، وبالتالي هذا يكون عامل في ضغط على مستويات الأسعار، وبالتالي هذه الدول تستفيد منها. لكن أيضا لا ننسى أن رغم أنها دول مستهلكة لكن أيضا لديها إنتاج، وأيضا صناعة النفط فيها والغاز تتأثر لذلك، لأن هبوط أسعار النفط من المستويات العالية اللي كان في $70 في بداية السنة في حدود يناير في شهر يناير، اليوم نتكلم عن يعني وإن تحسن ما نزلنا نتكلم في حدود $40-45 من يعني من الطاقات التي تأثرت، أيضا طاقة الغاز وأسعار الغاز. وفيصل يعني شنو اليوم المطلوب تعمله الدول المنتجة، وأنا أتكلم على الدول الخليجية تحديدا وبشكل عام وتحديدا في الكويت كدولة منتجة؟ اليوم الكل تأثر بالملاءة المالية بحكم اعتمادهم الكبير على النفط، شنو هو المطلوب منهم في المرحلة القادمة للاستدامة المالية؟ شوف، بالنسبة للتشخيص أعتقد هو معروف ويعني وتكلمنا فيه أكثر من مرة. بالنسبة يعني لابد أن يكون في النسبة لصناعة النفط يكون في نوع من يعني التنويع بالنسبة لصناعة النفط، مع التركيز على القيمة المضافة اللي هو بالنسبة لصناعة البتروكيماويات، وهذه طبعا مقصرين فيها وفيها مجال كبير للاستثمار والتوسع، وهي تضمن قيمة مضافة مستمرة بالنسبة لصناعة النفط. يعني لما نتكلم عن البتروكيماويات نتكلم عن 30,000 منتج، وبالتالي مجال التوسع فيها كبير جدا. بالنسبة لبعض الدول، وهي أيضا يعني الكلام ما هو جديد، يعني الدول قاعدة تتجه في هذا الناحية، يعني الكويت اليوم مثلا يهمها جدا التوسع في إنتاج الغاز، ولذلك هناك يعني حقل مثل حقل الدرة لتطويره والاستفادة من الاحتياطيات الموجودة فيه. بالنسبة للمملكة العربية السعودية أيضا هناك يعني اكتشافات جديدة وفي تطوير. بالنسبة لدول الخليج كلها الغاز هو مهم جدا، وهي تتحرك في هذا التحرك. بالنسبة أيضا بالنسبة للطاقة الشمسية أيضا مهم جدا التوسع في هذه الناحية. هذه بالنسبة لصناعة النفط والغاز، يعني صناعة النفط والغاز لابد أن تتوسع، سواء بالنسبة للتركيز على الصناعات التي ممكن أن تضمن قيمة مضافة، بالنسبة لأيضا توسع ضمن خليط الطاقة خصوصا الطاقات المتجددة، أيضا بالنسبة لمصادر الطاقة الأخرى اللي هي خلينا نقول السياحة، تشجيع مشاركة القطاع الخاص، لكن أن يتحمل مسؤولية، يعني لا يعني يجب أن لا يكون القطاع الخاص دائما يعني له يعني الحماية من يعني عندما يقع في مشكلة، أو يعني القطاع الخاص هو استثمار، وبالتالي لابد أن يكون يتحمل المخاطرة فلذلك أعتقد أن مشاركة القطاع الخاص مع تحمل مسؤوليته بالنسبة للتحول في الطاقات التحويلية أو الصناعات التحويلية، أيضا الصناعات الإنتاجية، أعتقد أن يعني الحلول موجودة ولكن يبدأ التحرك فيها. لما نتكلم عن الإصلاح الاقتصادي أيضا هو ضرورة، لكن الإصلاح الاقتصادي لا يجب أن يستهدف فقط المواطن، ولكن لا هو عبارة عن
يعني مشروع يتحمل فيه الكل فيه من أجل يعني سهولة تطبيقه. أما أنت يعني استهداف المواطن لا أعتقد يعني هو يعني بحد ذاته مطلب، ولا أعتقد أنه يحل الإشكال. الإشكال لابد أن يعني يدخل فيه الجميع من أجل نجاحه ومن أجل يعني إنقاذ وإصلاح وطن، خصوصا والبعد عن تذبذب الأسعار، لأن مثل ما قلت لك أسعار النفط من غير المحتمل أن تستمر في نفس المستويات. استهلاك النفط من غير المتوقع أن يستمر في نفس المستويات. هناك توجه الآن باي فورس، يعني ما هو خيار، ما هو يعني الوضع الآن مجبر أنك أنت تتغير مع هذه الظروف. لا أعود فأقول يعني لا، نحن لا نتكلم عن يعني استغناء عن النفط، ولكن نتكلم بشكل جدي بأن هناك يعني دور النفط في الطاقة في العالم يقابل تحديات كبيرة، والعالم كله يتوجه إلى تنويع مصادر الطاقة. لذلك يجب أن نتماشى مع هذا الموضوع، خصوصا إذا كان عندنا توجه بالنسبة لاستمرار الاستدامة الملاءة المالية. جميل والله سعد محمد شطي الخبير النفطي، الحديث ممتع، ولكن يعني كثير من الكلام اللي قاعد تقوله في منه أسئلة كثيرة، ولكن يعني أول شيء أنا يعني ممنون على الوقت اللي أعطيتني إياه أمانة، بس أبي أعرف المعادلة. اليوم في اضطرابات وتذبذب في أسعار النفط، والاستثمارات المتعلقة بتطوير الصناعة النفطية يعني دائما مبالغها كبيرة. اليوم أنت بين شلون يعني تكون هذه المعادلة؟ اليوم أسعار النفط منخفضة، بالمقابل أنت عندك التزامات في الدولة، ومنها اللي نتكلم عنها وهي الاستثمارات في المشاريع النفطية، وتحديدا في الاستكشاف والإنتاج. هذا اليوم شلون نقدر احنا نعملها بما ان الأسعار منخفضة؟ هل راح نقف على ما يعني وقفنا عنده؟ لا، انا اعتقد شوف، التوسع مطلوب، التوسع بالنسبة لإنتاج النفط الخام، التوسع بالنسبة لي حتى في صناعة النفط ما يجب أن نقف، ويجب تمويلها سواء ذاتيا أو بالنسبة للإقراض، لأن في النهاية هي الكاش ماني، يعني هي تضمن لك يعني سيولة من أجل مشاريع أخرى. كل المشاريع لما تكلم عن البتروكيميكا، تكلم عن يعني أي صناعات أخرى، في النهاية تعود يعني من وين تأخذ التمويل؟ تأخذها من النفط الخام ومبيعات النفط أو مبيعات المنتجات البترولية، مبيعات الغاز المسال. أنت استهلاكك محليا لما تكلم عن السيارات من وين يأخذها؟ أيضا عبارة عن غازولين اللي هو من النفط الخام. فبلا شك يعني صناعة النفط ستبقى هي الممول الرئيسي لكثير من المشاريع. احنا فقط نقول ان يجب ان ناخذ بجديه هذه الاموال ونستغلها في استثمارات سواء خارج الكويت داخل الكويت، نتكلم عن منتجين بصفه عامه، او من خلال تحويلها الى صناعات تضمن مثل ما قلت، مثل ما سميتها الاستدامه في الايرادات الماليه للمنتجين بصفه خاصه وبالنسبه للكويت. فهي ليست يعني ستبقى أو سيبقى النفط مورد رئيسي للنفط، ولكن هي القضية يعني حسن التدبير وحسن إدارة تلك الأموال في مشاريع أخرى تدعم الاقتصاد على المدى المتوسط والقصير، وحتى يعني يخف الضغط أو تذبذب الأسعار. مشكور يا أبو فيصل أستاذ محمد ترشد نفطي، وإن شاء الله أكيد نتواصل معك ونزعجك، بما أن اليوم الحديث دائما والمتابعين، وهذا شيء زين، اليوم الناس قاعدة تتابع أسعار النفط وإن كانت بالفعل منخفضة، ولكن الإحساس بأهمية هذا المورد وكيفية استغلاله بالشكل المطلوب.